خلينا نروح للإمارات مباشرة ونطمن على بعثة النادي الأهلي من صديقنا وزميلنا الناقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم. يا أستاذ عبد الحكيم، الحمد لله على السلامة طبعا، وطمنا على النادي الأهلي وعلى آخر الاستعدادات للمباراة النهائية. الله يسلم حضرتك كابتن اسلام. طب هو مين حاسب يا كابتن اسلام اللي تجاوز واتهم بعض الصحفيين بانهم لا انت سامعني؟ ماشي ايه؟ انت سامعني؟ يعني 20,000 جنيه هي نتيجه ده لسه مدرب اتهم صحفي بانه مأجور وبيشتغل بمصلحه احد الانديه، تخيل. يعني ده الرقم. بصراحه أنا كنت أتمنى أن يكون هناك عقاب أقوى من كده، ويجب أن يكون هناك ليكم أنتم كصحفيين وقفة في هذا الأمر. مليون في المية. إحنا خلي بالك، مش قصدي حاجة، ولكن إحنا معاك. أنا واحد من الناس والله العظيم ثلاثة، بغض النظر عن الأهلي وقناة الأهلي، أنا رجل أتمنى، وعمرنا ما غلطنا في حد من الصحفيين إخواتنا وأصدقائنا، ممكن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، ولكن طريقة التناول والكلام الاختلاف في وجهات النظر ده طبيعي وشيء حلو وصحي جدا يعني. صحيح، لكن اتمنى لكن ان يكون هناك وقفه في مثل هذا الامر اذا كمل يعني. لكن هي القضيه فيها جزء صحفي وفيها جزء ان هو يعني اكيد علينا ان تتهم واحد بيشتغل لمصلحه نادي وبيجي هجمه في مؤتمر صحفي. الوضع يعني مش عايز اقول لحضرتك ان القصه دي بالذات عامله ردود فعل يعني مش كويسه هنا في ابو ظبي، يمكن قبل ساعات من نهائي البطوله، لان مثلا عندك فريق زي سيراميكا كليوباترا خسر، كان في بعض الحاجات بعض الماتش، لكن النهارده تهنئه والامور عاديه جدا وعدت وخلاص، ما فيش مشكله. كوره في الاول وفي الاخر، وقت الكوره خلي بالك ده اللي احنا قلناه يا استاذ عبد الحكيم، ما انا قلت ده امبارح. انا يعني زعلت من الكابتن ايمن، وزعلت من محمد ابراهيم، وزعلت من اللاعبين، ولكن قلت دي نرفزه ملعب، خصوصا بعد ما شفت الجون. انا اسلام لما شفت الجون عرفت ان هم برضو يعني عندهم حسره كبيره جدا، لانه كان فاضل دقيقه ولا دقيقتين، هو ده قصدي. لكن احنا متاكدين من ان هم كلهم ناس محترمه وناس اخطاوا، نعم، ولكن هيتم عقابهم وخلاص الموضوع ينتهي، وتظل العلاقات المحترمه موجوده. والنهارده كمان كابتن اسلام رئيس النادي الحاج محمد ابراهيم طلع بيان تهنئه للنادي الاهلي كابتن حمدي الخطيب، وتمنى هم فوز بالبطوله. الكابتن معتز البطاوي اتعمل تصريحات قال لك ان احنا اخطانا وان احنا يعني ما كناش نوصل، وطبعا دي كان يعني كنا طمعانين في المباراه وده حقنا حقهم طبعا. كوره في الاول وفي الاخر يا كابتن اسلام كوره، لكن ما هي او النادي مش او انديه او ناس ما بتلعبش معاك. انا اسف ان انا خدتك في حته ثانيه، بس دي موضوع يعني موجود هنا عندنا في الغرب، موجود ان خد حي شويه ان انت دخلت اطار ان انت بتتهم واحد في النسبه الماليه بالكامل بيشتغل لمصلحه احد الانديه، عشان في الاول وفي الاخر ده ماتش كوره، ما هياش اكتر من ماتش كوره فيها تنافس طبعا، ومن حقك انك تاخد البطوله، من حقك تسعى ليها. لا، ما الكولر يقول ايه بقى من كتر الاسئله اللي بتجي؟ يعني طبعا كولر عمره ما قال كده ولا عمره هيقول كده، ولو لا قدر الله هتبقى، لكن انا اقصد اقول انه يعني لو حد قال كده غير ده كان ايه اللي حصل؟ غير المدير الفني بتاع بيراميدز كان ايه اللي حصل؟ كابتن اسلام بيتعرض لاسئله اصعب واقوى من الكلام اللي اتقال له، هي جزئيه حقيقي خسرت بالشكل ده وبعدها كان صن داونز، ده سؤال طبيعي جدا اي صحفي قاعد هيقول له تراجع النتائج، حضرتك معاك فرقه كبيره جدا، ده طبيعي جدا على فكره. وبيتقال له مارسيل كولر لما احنا النادي الاهلي كان تعادل في مباراتين في الدوري، اتسال السؤال ده على فكره في مؤتمر صحفي، والراجل رد بكل احترام قال انا بعاني من اجهاد، بعاني وعدد الاسباب التي تطرح وجهه نظره اللي هي من وجهه نظرنا احنا قبل وجهه نظره هي منطقيه بالفعل، ان النادي الاهلي يا كابتن اسلام ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه، شاء من شاء وابى من ابى، هي اعلى ليفل على مستوى الانديه، خاطها النادي الاهلي ثلاث مباريات في اقل من 11 يوم، ثم اتجه مباشره هياخد مباراتين في اقل من 6 ايام، وهذا هو قدر النادي الاهلي، قدر لاعبته. وبرغم كده الراجل بيتكلم عن الاجهاد، انا معلش خدتك في نقطه ثانيه. لا لا لا، مهم جدا الكلام ده، ما هو في الاخر ما تزعلش مني، انا كده كنت هفتح الموضوع ده مع زملائنا في الفقره القادمه، لكن انا دلوقتي كنت بتكلم مهم جدا. هل الموضوع ده يعني عامل صدى سيء ما بين الصحفيين المصريين اللي موجودين في الامارات؟ وانا عارف ان هناك عدد كبير من اخواتنا واصدقائنا وزملائنا من الصحفيين والنقاد الرياضيين اللي موجودين، اللي متضايقين جدا من كلام المدير الفني لنادي بيراميدز. طبعا، لان حتى كمان سؤال الزميل ما كانش في طريقه يا كابتن اسلام في تجاوب. السؤال منطقي وطبيعي لاي مدرب نتائجه متراجعه، ده سؤال منطقي على فكره، بيتسال اعظم مدربين العالم، اتسال مورينيو، اتسال السنه اللي عدت اتسال ليه
مدير فني ليفربول يورجن كلوب اللي هو واحد من اعظم مدربين العالم لما كان ليفربول ما كانش احسن حاجه السنه اللي عدت، اتسال السؤال ده اكثر من اربع خمس مرات، هل ممكن ده كذا؟ قال له لا ده انا مستني، يعني الرد كان بيبقى رد طبيعي جدا، ممكن يبقى شويه حده لكن عمره ما بيخرج عن نطاق المألوف، عمره ما بيتخطى المرحله ان احنا نوصل نتهم في زي ما بنروح نقول اصل انت انديه منافسه وبعد كده ايه الجزئيه. طب انا اتفهم في بعض المدربين كان بتلعب بتغزل الجماهير على اساس ان النادي ده عنده جماهير، طب انت ما عندكش جماهير اصلا، طب بتغزل مين؟ يعني قول لحضرتك لا ازاي ده كانوا بيدعوا جماهيرهم الغفيره اللي بالملايين ان هي تبقى موجوده في ماتش مودرن فيوتشر قبل الماتش يعني. ده على اساس ان حضرتك كابتن اسامه ما كنتش في الملعب، انا شفت اثنين ومش عايز اقول اثنين اربعه لا لا اربعه اربعه طب خلاص لا خلينا طيب خلينا طيب هل من الممكن ان نرى اي تحرك من 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 اخواتنا او نقادنا الرياضيين في هذا الامر خلال الفتره القادمه، ولا الموضوع يعني انتهى الى هذا الحد؟ انا نفسي بمجرد عودتي للقاهره ان شاء الله باذن الله يعني على الاقل هتقدم بشيء في هذا الامر. انا ما اعرفش بقى هم في القاهره رابطه النقاد ونقابه الصحفيين للموقف، انا مش متابع قوي للقاهره، بس انا عن نفسي لما انزل ان شاء الله يوم الجمعه يوم السبت او الاحد هتقدم بشيء لنقابه الصحفيين رابطه النقاد ان يبقى في موقف تجاه جيمي بتشيكو، لان الامر ما تخطاش سؤال طبيعي جدا واعتيادي. فانا بالنسبه لك عبد الحكيم هنزل اتقدم بهذا الامر ان يكون في موقف تجاه هذا المدرب. طيب نروح لاخبار النادي، اخبار النادي الاهلي، طمنا على الاخبار. النادي الاهلي طبعا عشان دي الوقت وان الفريق بيلعب مباراه ثانيه فاينل سوبر مصري في اقل من 48 ساعه، مارتن الكوره اللي اعتمد المدير الفني على جزء التحضير النظري والنفسي للعيبه النهارده كان التمرين، لان مارتن الكوره كان شايف ان بكره التمرين الاخير هيبقى قبل هيبقى فيه ربع ساعه مفتوحه لوسائل الاعلام، فكان النهارده التمرين مغلق في ملعب كراكيت في ابو ظبي. اعتمد يمكن مران كان بشكل اساسي على المجموعه اللي ما شاركتش في مران امبارح زي مران عطيه زي كريم الدين زي المجموعه التي لم تشارك في مباراه الامس، دول اللي خدوا مران نسبيا قوي برضه، مش مران قوي لان مران عطيه لعب ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه صحيح، لكن كان مران اغلبه ترفيهي، يمكن جزء فيه شق فني صغير جدا ما تعداش مثل 50 دقيقه او حاجه زي كده. مارسيل كولر حسب ما علمت يعني انه هيركز على المحاضرات النظريه والاعداد النفسي للعيبه، هيركز على تحفيزهم خطه المباراه من خلال المحاضرات، وكمان لازم يعني جزئيه ان فيوتشر تطور وتغير اداؤه عن المستوى السنه اللي عدت، فبالطبيعيه في لعيبه جديده اضيفت وفي طريقه لعب وفي مدرب برتغالي موجود قدم مباراه تكتيكيه حلوه جدا، ممكن تكون ما كانتش عاجبه الناس على المستوى الفني قدام بيراميدز، لكن الراجل كان عايز يطلع بيها مقارنه بالفارق الامكانيات وكان بيقدم بشكل كويس جدا. فهم اتفرجوا النهارده كان في محاضره قبل التمرين وفي محاضره على ما اعتقد يمكن كانت مثلا قرب الساعه 9 او 10 هنا في توقيت الامارات، مارسيل كولر برضه فرج اللعيبه على المباراه دي وفرجوا في مباراه الكونفدراليه مقاطع منها بيحفظ لعيبته خطه المباراه. يمكن حضرتك كده عرفت والساده المشاهدين ان خلاص يعني تقترب 100% كابتن محمد الشناوي وكابتن ياسر ابراهيم خارج المباراه مباراة النهائي للاسف، لكن الحمد لله افادتهم شد كابتن الشناوي شد في العضله الخلفيه خفيف من 5 لـ7 ايام صح كده؟ كابتن ياسر شد في العضله الضمه ولا الاماميه؟ الضمه ياخد لا ياخد اكتر هياخد اكتر شو 10 ايام ولا حاجه يعني حوالي 10 ايام بس الحمد لله ان هم يعني طبعا كنا نتمنى انهم يكونوا موجودين في المباراه الفاينل، لكن الحمد لله ان هم على الاقل ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين في القائمه الاساسيه مع منتخب الوطني في بطوله امم افريقيا اللي هتلعب في كوت ديفوار، لان طبعا خلاص بعد المستوى الكبير جدا اللي بيقدمه ياسر ابراهيم في الفتره الاخيره اعتقد ان هو خلاص لازم يكون واحد من الاساسيين هيبقوا موجودين في المنتخب. محمد الكابتن محمد الشناوي لا خلاف تماما على انه هو الحارس الاول في مصر حاليا وافضل حارس في افريقيا. طيب كمان قبل بس ما تكمل كلامك عايزك تطمني على كابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب الحمد لله بصحه جيده، وهو كان بعد ما جه من المملكه العربيه السعوديه ادى جلسه علاج والحمد لله هو الامور كويسه الحمد لله. اموره كويسه ومتواجد دائما يعني. الحمد لله. طب الحمد لله. طب الحمد لله. اتفضل. كمان على صعيد بكره هيكون في مؤتمر صحفي مارسيل كولر والكابتن محمد الشناوي، هيكون التمرين الاخير مفتوح في ربع ساعه لوسائل الاعلام. طبعا الناس كانت مندهشه امبارح من عدم او قله عدد الحضور الجماهيري، لكن مقارنه بان ده يوم عمل هنا بالنسبه للجاليه المصريه والناس المصريين اللي عايشين، فاغلب المصريين حسب ما انا سالت بعض المصريين هم اغلبهم يعني مثلا في
امارات بعيدا عنها فوزير مثلا الفجيره العين فبيبقى ان انت الماتش هنا 9 بتوقيت الامارات يخلص 11 عشان هو يرجع لبيته ثاني يوم عمل فبتبقى الدنيا صعبه شويه. الماتش الخميس ان شاء الله باذن الله هو طبعا لحد دلوقتي التذاكر مش كومبليت لسه فيه نسبه كبيره ما اتباعتش بس ان شاء الله باذن الله لحد بكره التذاكر ان شاء الله باذن الله هتكون جماهير النادي الاهلي اللي دورها مهم جدا وهي ما بتتاخرش باي شكل من الاشكال في دعم اللاعبين اللي هي بتعاني كابتن اسلام بتعاني بشكل رهيب جدا. يمكن حضرتك عارف حضرتك كنت لعيب ونجم كبير ان اللي يخوض مباريات بهذه القوه وبهذه الحد وفي مده زمنيه قليله جدا بتبقى الامور صعبه جدا وقودك هو الجماهير. الجماهير دورها مهم حقيقي جدا في تلك المباراه. يعني مستر كولر اللي انا عرفت النهارده نتكلم معاهم ان مفيش حاجه اسمها فريق سهل، كل فريق وصل فاينل بيبقى ليه طموح وممكن يبقى طموح ان النهايه ده ما يجيلوش كتير. انا الحقيقه دايما بستغرب من هذه الكلمه، يعني ايه فريق سهل؟ فريق مودرن فيوتشر واحد من اقوى واهم الفرق اللي موجوده في مصر خلال السنتين ثلاثه الاخيره، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا 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 جدا. ده طبعا امبارح من ضمن اللي حضرتك بتقول يا كابتن اسلام الناس طالعه امبارح، ما هو برضه احنا نفس البشريه بتتاثر، ممكن لاعب يتفرج او يشوف او اي حاجه من الناس اللي بتتكلم تقول لك ده الاهلي هياخد مودرن فيوتشر اربعه، فاللاعب ممكن كذا، فلازم الوضع الناس اللي بتحاول تسوق مش اهلاويه ان المباراه هتكون سهله بالنسبه لها، الكلام ده مش صحيح، مفيش فريق هيوصل نهائي صحيح ويكون حتى لو مستوى اقل منك فنيا الا ما هيبقى عنده طموح وهدف انه يكسب البطوله، لان قد لا تتكرر بالنسبه له هذا الامر. وعلى فكره النهارده تواصلت مع الكابتن علام ايوب كنت بطمن على اللاعبين بحكم شغلي المصابين في فيوتشر وقال لي ان هم عندهم طموح ان اللقب ده بالنسبه لهم يعني طبعًا مهم جدا طبعا وهم مش هيسيبوا الفرصه وده حقه كابتن علاء باعتباره مدير كره في نادي فيوتشر. طيب اخيرا برضه يا استاذ عبد الحكيم، هل موضوع ديانج لانه في اخبار يعني طالعه دلوقتي بتتكلم على ان هو كذا او كذا او كذا، هل الموضوع ده في اي معلومه عنه او حاجه تخصه؟ والله حسب ما انا يعني عرفت ان بس مش بعث النادي الاهلي لما سالت اتقال لي ما فيش اي حاجه على المستوى ده اللي احنا عارفينه يعني، لانه لو في حاجه رسمي كنا النادي الاهلي كان اعلن وقال وكل حاجه. لا وكمان انا سالت حتى باعتبار شغلي بعيدا عن المستوى الرسمي انا سالت، لا ما فيش حاجه رسمي جت للنادي الاهلي، واتقال لي جمله كده ما معناها ان لعيبه النادي الاهلي الفتره الاخيره بطبيعه الحال، طبيعه الحال هي طبيعه لعيبه نجوم فطبيعي هيجي لها عروض، لكن كله كلام ما عندناش اي حاجه على المستوى الرسمي من ولا لعيب في النادي الاهلي. حتى الناس اللي ربطت كابتن محمد الشناوي بضمك السعودي امبارح طلع رئيس نادي الضمك السعودي في احدى القنوات التلفزيونيه السعوديه وقال احنا لم نتفاوض بشكل رسمي مع النادي الاهلي. اذا من الامارات الاستاذ عبد الحكيم ابو علم بينفي تماما قصه موضوع اي كلام يخص ديانج او غير ديانج خلال حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم لا توجد اي عروض رسميه خاصه بديانج او غير ديانج. صح كده يا استاذ عبد الحكيم؟ مظبوط، اتقال لي كده ان بعد 4 ايام هتبدا فتره الانتقالات الشتويه، وقتها هيكون في كلام اي نادي محتاج لاعب من عندنا، وده حق مشروع لاي نادي هيتقدم بطلب رسمي هنناقش العرض طبقا لاحتياجاتنا واحتياجات المدير الفني ووجهه نظر المدير الفني ووجهه نظرنا احنا كنادي اهلي ورغبه اللاعب نفسه، كل ده بيتم في الحسبان سواء ديانج الشناوي اي حد، لكن احنا متمسكين بلاعبتنا ومفيش اي حاجه على المستوى الرسمي لحد اللي حضرتك بكلمك فيه خالص. هذا النادي الاهلي عموما انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي، وكلام مهم جدا، والاستاذ عبد الحكيم بينفي نفيا قاطعا انه حتى هذه اللحظه لم يصل اي عروض رسميه ولا للنادي الاهلي فيما يخص ديانج او غير ديانج خلال هذه الفتره، واذا كان هناك عروض ستصل خلال الايام القادمه سوف يتم مناقشتها كالعاده من خلال لجنه التخطيط واداره كره القدم اللي موجوده في النادي الاهلي.